السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شرح النهارده ازاي تعمل الفيديو بتاعك من كده لكده. كل اللي هنحتاجه تطبيق كاب كات، هتلاقيني سايب لك لينك التطبيق في الوصف. بس قبل ما نبدا في الشرح، يا ريت تضغط على زر اللايك والاشتراك وتصلي على النبي. ومن غير كلام كتير خلينا نخش في الشرح. بعد ما تخش على كاب كات، هتضغط على حاجه اسمها نيو بروجكت، تختار الفيديو بتاعك، تعمل له اد. بعد كده بتخش على حاجة اسمها فلتر ادجست، تضغط على دي، تضغط على اللون الابيض وترفع الشريط لفوق، تنزل الشريط التاني، نضغط على الاحمر نرفع الشريط الاول لفوق، ننزل التاني والاخضر كذلك والازرق، تضغط صح. بعد كده بتخش على حاجة اسمها افكت، فيديو افكت، تختار لينس، تنزل تحت هتلاقي حاجة اسمها بلور، هتختارها تضغط على صح. بعد كده هتروح محدد الجودة، تعملها 1080 30 فريم، تنزل الفيديو على الجهاز. بعد كده تضغط على علامة السهم اللي فوق دي عشان نرجع تاني، تبدأ ترجع الفيديو تاني، تضغط على علامة السهم دي ترجع في الفيديو لحد لما تجيبه من الأول خالص. تضغط على حاجة اسمها overlay add، تختار الفيديو اللي انت لسه عامله add، تبدأ تظبطه على قد الفيديو التاني. بعد كده تضغط على حاجة اسمها بلاند، تختار حاجة اسمها بار وتعملها على 45، تضغط على حاجة اسمها اوفرلي وتجيب صورة بيضة وتضيفها وتكبرها، تضغط على حاجة اسمها بلاند، تختار رابع حاجة اللي هي اوفرلي، تعملها على 95. بعد كده تختار الفيديو الأصلي وتخش على adjust، تختار رابع واحدة دي وتقلل الشريط بتاعها للآخر، تختار أول واحدة تعملها على 5، تعملها على 7. بعد كده تحدد الجودة، تعملها 1080 30 فريم، تعمل لها حفظ على الجهاز، هيبدأ ينزل معاك الفيديو على الجهاز. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط على زر اللايك والاشتراك. سلام.